شاورما مع البطاطس. ازاي؟ تعالوا نشوف. عايزين بطاطس متقطعة مكعبات ومقلية، عايزين 4 قطع ستيك ولو فيليه كمان بيبقى حلو جدا، عايزين بصلة شرايح، عايزين 1 طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، عايزين 2 كبار بقدونس، 3 معالق كبيرة خل، 1 معلقة كبيرة من بهارات الشاورما، ملح وفلفل، وعايزين صلصة الطحينة اللي هي عبارة عن 3 معالق كبيرة طحينة، 1 معلقة كبيرة ليمون، ملح وماء حسب الحاجة. طيب أنا دلوقتي بس بقطع اللحمة، حاولوا تقطعوا، عايزين تعملوها بفراخ ممكن كمان، لو تحبوا تعملوها بفراخ عادي، حاولوا تقطعوا اللحمة كده تكون رفيعة بالشكل ده، قال يعني متنزلة شرايح من على سيخ الشاورما. وحطينا الحلة الطاسة على النار لأنه عايزينها سخنة جدا، شايفين ازاي مقطعينها رفيع، يعني مش مشكلة تكون شوية عريضة بس المهم تكون رفيعة. وناخد شوية زيت نحطه في الطاسة. أول حاجة هنعملها هي اللحمة، لازم تكون الطاسة سخنة جدا، وبعدين هناخد اللحمة اللي عندنا البطاطس اللي عندنا بقى. بصوا اهي بطاطس متقطعة مكعبات، تعملوها بالحجم اللي انتوا عايزينه، يعني احنا عملناها بالحجم ده كده ومتقطعة ومقلية. خلينا ناخدها نحطها في الطبق. اللي هنقدم فيه الاكلة بتاعتنا كده، بنعمل تحت زي فرشة من البطاطس، فرشة كده، ونرجع للحمة بتاعتنا هنقلبها كده لغاية ما احس انها ابتدت تتحمر. خلينا نعمل دلوقتي الصوص بتاعتنا. عندنا هنا الطحينة، يعني احنا ممكن نحط لها شوية توم بس لو انتوا عايزين، بس انا لاني حابة احطها في كيس الحلواني فهيبقى صعب ان احنا نحط لها توم، مش هتنزل من كيس الحلواني، بس انتوا زي ما تحبوا. نحط شوية ملح، رش من الفلفل، وعندنا مية وشوية ليمون، بس ما تحطوش الليمون في الاول لان الليمون هيخليها تشد، فلو حطيناه من الاول الطحينة هتكلكع، فخلوا الليمون شوية بعد المية. كده تمام، دلوقتي هنحط الليمون، هتلاقوها شدت، شايفين شوية ليمون، شايفين بصوا شدت ازاي، بس خلاص هي شدت كده قوامها حلو، خلاص كده تمام. نرجع تاني للحمة بتاعتنا اللي تقريبا خلاص، استوت. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما اللحمة عندنا كده تقريبا استوت؟ شوية ملح، شوية فلفل، بهارات الشاورما، لو تلاحظوا مش حطلها انا اي حاجة كتير، يعني مفيش توابل كتير، هحط لها دلوقتي الخل، بس وصلنا للمرحلة دي بنروح حاطين بقى البصل، يعني خلاص بنحطه حتى ونطفي النار، يعني خلاص كده ده خلاص، لأن احنا مش بنطبخه، يعني خلاص كده هنقلب تقليبة بس
هنحط الطماطم وهنحط البقدونس وكده الشاورما عندنا جاهزه كده تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما خلصنا الشاورما بتاعتنا؟ بنعمل كده زي حفره وهنجيب الفحمة بتاعتنا هنحطها كده هنا، ودي خطوة بتفرق قوي قوي قوي، مش قوي بس، في طعم الشاورما كتير بتفرق. ناخد الزيت ونحطه على الفحمة. أنا طبعا مش شايفة حاجة ولكن أعتقد إن احنا ماشيين صح. خلاص وهنسيبها بقى كده هنا لغاية ما تشرب نكهة الفحم كلها، وبعدين في الآخر خالص هناخدها نحطها على البطاطس، وعلى الوش هنحط الطحينة بتاعتنا اللي دلوقتي أنا هحط الطحينة دي في كيس حلواني. ناخد الشاورما، لا بلاش بده، ناخدها بده وهنحطها على البطاطس. الريحة مش عايزة اقول لكم على جمال الريحة، بجد مش معقول قد ايه ريحتها حلوة. نحطها هنا ناخد بقى الطحينة اللي عندنا اللي عملناها مع بعض ونقطع، حطيتها في كيس حلواني انا، نقطع بس حته كده ونبتدي نحط عليها شويه بهذا الشكل. يامي